مين بده يكون عندي يعني؟ ما بعرف، حيلا حدا. مروان لوين فايت؟ مين هيدا الحدا؟ شكله فل. مين هو اللي فل؟ ما بعرف مين هو اللي فل. انت قوليلي بمين مغرومة هلأ؟ مين عم يلفل عندك؟ مين عم يلفل عندي؟ ايه مين عم يلفل عندك؟ والله في شي بيمنع منك عايشة على راسك وعايشة لوحدك، وانا مش اول رجال بحياتك واكيد مش اخر واحد. انت ما خصك فيه، ما خصك مين بيلفل عندي، مين بينام عندي، انت ما خصك فيه. روح اهتمي صاحبتك بيكون احسن لك. اكيد رح روح عند صاحبتي لانه ريم بتسوى راسك. عادي، جيت وادعك، ما عندي وقت اقعد، بدي ضب اغراضي وفل، طيرت الليله. هالقد مستعجله لتفلي؟ كل ما اسرع كل ما احسن. اي بس لا هيك جنى ما فيكي، بعتذر منك ما فيك تفلي. هيك صرتي عم تأذيني، عم تقطعيني. بدك تفلي لازم تأمني حدا محلك، ولو؟ سافي فادي هو قد الحملة وقادر يشيل الشغل عني. حدا بيعرف شي قدك، بعدين فادي بكفي اللي حامله. لازم تضلي شوي زيادة، بس لدبر أموري. سيف ما تضغط علي. هيدا الشي بده وقت وأنا ما عندي وقت، بدي فلي اليوم قبل بكرة. أنا بعرف إني كتير مضايقة ومقدر ظروفك، بس أنت كمان جانا حسي فيي. أنا ما بوثق بحدا غيرك. ظبطي لي وضعي بس يومين، ركبي لي أموري وسافري على روحي كرمالي. ميرسي. يلا بلشي من هلا، يلا فوتي على مكتبك. مروان كيفك حبيبي؟ اشتقت لك، إلي زمان ما شفتك. حضر لي حالك اليوم بالليل جاي لعندك اسهر معك بالباب. يلا We'll be right back.
عم رايحك. مش انت قلت لي ترايحك؟ خليكي ما تفلي. اعطيني سبب واحد تبقى هون. سبب واحد. ريم، ريم بعتذر منك، ما كان قصدي باللي حكيته. اتركني مروان، اتركني في الاحسن لي واحسن لك. لا هيك مش احسن لي، مش احسن لي ابدا ريم. انا ما بحياتي رح لاقي حدا بحبني قدك، بس اذا انت بتلاقي انه هيك احسن لك انا ما رح امنعك. ليه احسن لك؟ لان هالقد انا منيحه معك ولا لانك بتحبني؟ رجعت عملتها فيه مروان، رجعت عملتها مره تانيه. انت بعمرك ما حبيتني، انت بتحب كيف انا بحبك. بس انا بدي احبك ريم، وبحاجه اني احبك. وليه بحاجه؟ لا تنسى المره اللي بتحبها واللي شكلك مش قادر تبطل تحبها. بعتذر، ما أنا قادرة بقى أكون وسيلة. خدعتني مرة، عيب عليك. بس إنك تخدعني مرة تانية، عيب علي أنا. أنا راسك. ريم بتسوى راسك. شو بها صديقتي؟ منا منيحة، منا منيحة أبدا. أكيد مروان، ما هيك؟ خير؟ شو صار معكم؟ اللي صار إنه إجا لعند امبارح، وبدل ما يقول لي إنه مشتاق لي وبيحبني مثل ما أنا مشتاقت له وبحبه، هني واتهمني اني عم بظهر مع حدا تاني. اف اف اف، لا هيدا مروان ضربته الغيرة بالمرة. هيدي ما اسمها غيرة فادي، هي اسمها بلا اخلاق، بلا مرباب، بلا تهذيب، واحد حيوان، كيف بيحكي معي بهالطريقة؟ ولا ممكن ارجع احكي معه؟ لا 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 لا، روقي شوي وخلينا نتعقل ونحكي بمنطق، اوكي؟ بتصير اشياء وبيكون في غلط، بس كله بينحل بعدين. هلا قومي خلينا ننزل ناخذ شي كباية مسقعة انا وياك، اوكي؟ ايه كريم، شو صار معك؟ اها طيب اوكي اوكي، روح انت ارتاح هلا، بكره الصبح ارجع افتش عليهم. يلا روح
انت شو قصتك؟ تقلك 200 مره اليوم اللي ما عم تدع خطه. لو ما بدي افتح الموضوع، انا مأكد انه جانا دقت خبرتك وانا ما بدي احكي بالموضوع. ليش شو صاير؟ مش عرفك سيف، ما تجدب علي، انا مأكد انه دقت وخبرتك. انا خبرتني انه بدها تروح على اسبانيا وانا من الصبح عم اجلها لحتى بس اقعد معك وافهم منها. كنت متكل عليك انه تمنعها. ما الهيئة هي تروح مطرح ما بدها، ليش بدي امنعها؟ تمنعها لانك بتحبها وهي بتحبك. انت كمان قطعت عليك هذه الكذبه. حبيبي جانا ما بتحب حدا، بتحب حالها وبس. اف طب ليك ليه ما بتفهمني شو صاير بيناتكم؟ تصير معك على نفس الموجه لاني ما فهم شيء بصراحه. ما صار شيء، اكتشفت على حقيقتها. هيدي البنت ما بتسوى من رجال لرجال. ليك شيء انت مروان؟ هي جانا عم تحكي عنها؟ لانه طلعت مخشوش فيها مثل ما انت مخشوش فيها كمان. لا والله يا مروان، انا طلعت مخشوش فيك انت. يا عيب الشوم عليك، ما بينحكى عنها هيك لجنى. ها وبيني وبينك، انت ما بتستاهل ضفره لهيدي البنت. مغرومه فيك هيدي الهبله 100%، مثل ما كانت مغرومه فيك بالزمان. مروان، انت حدا قال لك قبل انه غيرتك كثير بشعه؟ لا حبيبي، هيدي مش غيره، هيدي حقيقه. انا وياك مفكرينها شيء، بس هي شيء تاني مختلف. واللي كشف لي اياها على حقيقتها رفيقه اللي بيشتغل معها اللي اسمه فادي. فادي؟ فادي، واكيد بونسوار. بونسوار. رفيقتي قاعدة بالبيت مدبرسة، وأنا ما بيهون علي أبداً أتركها لحالها. فقلت بيجي لعندها، يا بخفف عنا، يا مندبرس سوا، ما فيش خلقنا بهالبيتزا. جايب لك بيتزا فيجيتاريان مثل اللي بتحبيها. ميرسي كثير فادي، بس ما إلي جلدي وما إلي نفس آكل. ما إلك نفس تاكلي؟ إذا هيك معناتها أنا كمان ما رح آكل. وبيناتنا ميت من الجوع. يلا يلا قربي بشرفك. بتعرف حاشتاق لك كثير بس ارجع على اسبانيا. ترجعي على اسبانيا؟ ما صح لي خبرك وقت الشغل، يعني كنت معجوقه كثير وعم ببكي على كتفك كل الوقت. بس قررت ارجع على اسبانيا تبلش حياتي عن جديد. اف شو هالقرار المفاجئ هيدا؟ وشغلك؟ مين رح ياخذ مطرحي؟ بالمبدأ انت. عن جد عم تحكي؟ اكيد عن جد عم بحكي. مين غيرك بدي اوثق فيه تيتحمل المسؤولية اللي انا تحملتها؟ جنى انا كتير بقدر اللي عم تقولي لي، بس لا لا لا، موضوع السفر بدك تشيليه من راسك بليز. اوكي خلينا ناكل ونكون مبسوطين هلا. يلا يلا شو ناطره؟